ابو هناء احلى مسا من عم راشد. ايش يا ابو هناء؟ يا عم تولي افتون. هاي انا جاي عشان ارقص معاك. وانا لما احب ارقص ارقص مع معلم مش متعلم. فريدي وشي. انا قلت لك عايزه فرح اتضايق عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه. انت يا بس بس يا عسلية. انت يا بنت انا بكلمك ردي عليا. انت بنت خلاص يا فتون انا بتلك خلي الليله دي تعدي. لو في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطردهولك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوة. هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه الحاجه الساقعه موجودين. يا جماعه كنتوا سي وراسي؟ عايزه تقولي ايه؟ يبارك فيك يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. اسالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح انا لازم امشي. كريم منف بقى يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال. هي اسمها عسليه ولا سالي عشان هما بيقولوا لها عسليه؟ طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك حرام عليكي. ايه ده فريدي سحنتك بقى؟ ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش وزي ما قلت لك بالظبط انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وهو بالمرة نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا اختي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. انا بأمان عليك البت. البت بعناية. واحدة واحدة عليها يا اخويا. طبعا. الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامة طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يلا 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 بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يلا. يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسلية عسلية. تعالي تعالي خليفة ليه مالك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ شكلك
الليله دي اسعد ليله في حياتي. انا عارف ان انت ممكن تكوني مش مبسوطه، ما انا بحس وبفهم برضو مش زي ما انت متخيله. انت عسليه، حاجه كبيره قوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. انا من النهارده مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، طلباتك اوامر هتتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. انا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. اخر ايد طبطبت عليا كانت ايد امي الله يرحمها. ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنية، نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلية، أنا مش وحش، عارفة؟ أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا، عسلية. لولوز لولوز اختك على الباب، مفتحي لها. سلام. مفتحي لها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي، يلا يلا. بقول لك ايه، ما تنفضلها. لا ما صحش اسيبها واقفه على الباب كده. لا نفضلها، ما تقف شويه، لازم نفتح لها. ايه ده؟